يقول: كنت جالسا في الحرم قبل أذان المغرب بقليل، فوقعت على ثوبي نجاسة من الطيور التي فوقنا الآن وهي يسيرة، فأزلتها وبقي لها أثر لا يزال، فصليت وهي على ثوبي لتعذر خروجي من الحرم لتغيير الملابس، فهل صلاتي صحيحة؟ إن شاء الله صلاتك صحيحة، وإذا خرجت تغسل هذا الذي أصاب الثوب للمستقبل. نعم.